بسم الله الرحمن الرحيم. فيه هذه بعض أنواع العمل السحر. شوف الصور عن طريق السحر، عن طريق الصور. هذه عائلة كويتية وهذا شخص كويتي آخر. هذا بوذا والمسيح. الله المستعان. هذا العظم الصينية. هذا طعم فيه الجن هذا. إيه. حضر الجن. أحمد. لا زالت هذه من أعمالهم كلها، من الخدم والسحرة. متفشي والله. صلى الله العافية. هذه طلاسم توضع مع الصور وغيرها. نجمع بالأوراق والصور صورا، لكن ما نشرنا صور. جزاه الله خير الشيخ سعد. ما نشرنا صور الناس حتى ما نثير رؤى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيتم من صور، أسأل الله يحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل عين وسحر وحسد. هذه تم ضبط الأعمال بفضل الله تبارك وتعالى، لكنها بحمد الله ليست أعمال، هي مشروع سحر لم ينجزها وكشفه الله. كنا ننادي به من قبل، وهو أنه لا بد من قتل الساحر، لا بد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بقتل الساحر. عمر رضي الله عنه 3 سواحر، وأم سلمة قتلت جاريتها التي سحرتها، وجندب بن جنادة كذلك. والثاني وهو خطورة الصور يا أخوة ويا أخوات، خاصة صور الأعراس. سبحان الله تتكشف الأعراض. الآن صور نساء كثيرة ورجال كلهم. وقال القائل: نحن حريصون على يعني حفظ هذه الصور، تحفظونها وتسرقها الخادمة فيحصل المكروه. تهم كل الخدم، بعض الخدم الكفرة قد يفعلون وبعضهم لا يفعلون، وكذلك المسلمون بعضهم يفعل وبعضهم لا يفعل. فيقول: لماذا يسحر الخادم المسلم؟ نقول: إن بعض المسلمين يقول: أنا لا أسحره إلا إذا خفت منه. أنا ما أقرأ على المسحورين ولا لست راقيا شرعيا، ولكن أنا أنبه وأحذر، والله المستعان. لكم على حسن متابعتكم، وإنما أردت التنبيه وآسف لإزعاجكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. لا تنسوا الأذكار الشرعية.